ما هي إلا 5 أيام من الحرية تمكن فيها الأسرى الفلسطينيون أن يستنشقوا الهواء بعيدا عن سجن جلبوع الإسرائيلية، وهذا بعد الهروب الهوليودي بخطة عبقرية مكنتهم من أن يسكروا قيود الأمن المشدد التي أحاطت بهم في زنزانة واحدة جميع تلك السنين الماضية. وفي وسط فرحة تعيشها حركات المقاومة الفلسطينية وجموع الشعوب العربية بتحرير الأسرى لنفسهم، جاءت ضربة من الاحتلال الإسرائيلي. نعم، إنها لم تفقد اتزانها وإنما أوجعت قلوب الفلسطينيين. بعد إعلان الدولة المحتلة عن نجاحها في رصد 4 من أصل 6 أسرى، نجحوا قبل 5 أيام فقط من اختراق المنظومة الأمنية الإسرائيلية بملعقة. متابعي متى عقلك الكرام، أهلا بكم. بعد نشر قواتها في كل مكان ودفع أفراد الشرطة والجيش مستعينين بكلابهم البوليسية وفرقة 636 لرصد 6 أسرى الهاربين من سجن جلبوع الإسرائيلي، أعلنت قوات الاحتلال عن نجاحها في القبض على 4 أسرى من أصل 6 هاربين. بدأت بالقبض على يعقوب قادري المعتقل منذ عام 2003 ومحمود العارضة المعتقل منذ عام 1996 المنتمين لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بحسب ما أعلنت قناة كان الإسرائيلية الرسمية بعد اعتقالهم في منطقة جبل القفزة جنوب شرقي مدينة الناصرة شمال دولة الاحتلال. ولم تعلن تفاصيلا أكثر من أن الأسيرين توجه إلى أحد المواطنين طلبا للمساعدة قبل أن يقوم بالإبلاغ عنهما لتسارع القوات الإسرائيلية في رصدهم وإعادة اعتقالهم مرة أخرى. وبالصور والفيديوهات أعلنوا عبر قنواتهم اعتقال 2 من أصل 6 هاربين. وبعد تمشيط المنطقة وسط عمليات بحث واسعة عن باقي الأسرى 4، ما هي إلا ساعات فقط وأعلنت سلطات الاحتلال عن اعتقال 2 آخرين هما زكريا الزبيدي القيادي السابق في حركة فتح الإسلامية المعتقل منذ عام 2019، ومحمد العارضة الناشط في حركة الجهاد الإسلامي والمعتقل منذ عام 2002، وهذا في مرأب للسيارات جنوب الناصرة فجر اليوم، حيث تم رصد الزبيدي والعارضة في منطقة شمال إسرائيل، لتصل بعدها قوات خاصة إلى المكان ومن ثم تولت عملية التأكد من وجودهما. وبعد مطاردة واسعة تم اعتقالهم مرة أخرى ليرتفع عدد الأسرى إلى 4 من أصل 6 هاربين. وإلى الآن لم تتمكن القوات المحتلة من رصد أيهم كمامجي ومناض النفيعات، إلا أن إسرائيل استنفذت قوة أمنية مشددة للبحث عن باقي الأسرى الهاربين، كما سيرت طائرات بدون طيار ونصبت نقاط تفتيش على الطرق، وعزز الجيش الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية وانتشر في محيط مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة. وما أن أعلنت إسرائيل عن القبض على 4 من الأسرى حتى اندلعت مواجهة عنيفة على مدخل بيت لحم الشمالي تنديدا باعتقال 4 أسرى الذين حرروا أنفسهم من سجن الخزانة، حيث انطلقت مسيرة طلابية صوب المدخل الشمالي لبيت لحم قمعتها قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والصوت، كما خرج العشرات من الشباب في مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم في مسيرة جابت الأحياء والأزقة. وهذا عقب إعلان قوات الاحتلال عن اعتقال محمود العارضة ويعقوب قادري، والتي حملت فيها المسيرة إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسرى الذين يواجهون إجراءات تعسفية من إدارة السجون، مع العلم أنه لم تصدر أي تصريحات توحي بوجود جرحى أو إصابات. وبدورها حذرت المقاومة الفلسطينية من المساس بالأسرى بعد إعادة اعتقالهم في بيان لها، حيث طالبت مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل لتوفير الحماية للأسرى داخل سجون الاحتلال ولوقف الهجمة الاحتلالية التي تمارس عليهم. كما حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى بعد إعادة اعتقالهم. وقال رئيس الهيئة قدري أبو بكر إن إعادة اعتقال الأسيرين لن تضعف من عزيمة الأسرى ومعنوياتهم داخل سجون الاحتلال، مشيرا إلى أن الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال متماسكة وصامدة وموحدة. وفي النهاية أعانكم الله يا أبطال، ونتمنى لكم الحرية قريباً.